سلام الله على من صام ولم يختاب ولم ينم، سلام الله على من كان عمله هو قضاء حوائج الناس، سلام الله على من تصدق وزكى ليطهر نفسه ويطهر قلبه، سلام الله على كل الصائمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مشاهدي قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة من ستات دوت كوم. النهاردة هنكمل حديثنا عن الصدقات وعمل الخير، ولكن معانا فقرة هنضيفها أو من أول الحلقة إن شاء الله هنتكلم برضو عن موضوع ذوي الهمم ما بين الواقع والمأمول. هنتعرف على ضيوفنا. معانا أستاذة منال سعيد صالح رئيس مجلس إدارة جمعية مستقبلنا حلمنا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منال. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منال، نورتينا النهاردة كالعادة. حضرتك طيب. ومعانا أستاذة سوسن لبيب رئيس لجنة المواطنة بجمعية مستقبلنا حلمنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتينا النهاردة. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيبة. معانا أستاذ حسام شاكر رئيس لجنة ذوي الهمم بمجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر وبرضه رئيس ذوي الهمم بجمعية مستقبلنا حلمنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ومدير عام بالرقابة على الواردات. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حسام، نورتنا النهاردة في ستات دوت كوم. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن ذوي الهمم طبعا، وعايزين نعرف الجمعيات الاهليه في المجتمع ماذا قدمت لهم، فايه نشاط ذوي الهمم في الجمعيات وماذا قدمت لهم الجمعيات الاهليه؟ طيب، هو اولا بادئ زبيد طبعا كل سنه وانتم طيبه والضيوف الكرام بخير ان شاء الله، واحنا في نهايات شهر رمضان. يمكن موضوع ذوي الهمم هو يعتبر على مش مقصور على دور في الجمعيات الاهليه كلها، لكن هو على مستوى الجمهوريه في اهتمام بالموضوع من سنه 2014 من اول صدور الدستور المصري، وكانت نصت نصوص الدستور على وجود 9 مواد للحقوق بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصه، من ضمنها ان هو يبقى فيه حقهم في انشاء الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني اللي يقدروا عن طريقها يمارسوا الانشطه بتاعتهم. تم الموضوع واكتمل في سنه 2018 بصدور القانون 10 لسنه 2018 اللي اصدره فخامة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. طب لما اجي اتكلم عن الحقوق الوارده في القانون ده، ايه هي الحقوق الوارده اللي بالنسبه لذوي الهمم؟ هو طبعا هو القانون اللي صدر ده يعني يعتبر هو من اول قانون يصدر لذوي الاحتياجات الخاصه من حوالي 40 سنه، من سنه 79 ما كانش في اي قانون صدر لحقوق الفئه ديت. الدوله تنبهت لان طبعا العدد بتاعهم ابتدى يزيد جدا، احنا النهارده بنتكلم في 12% من عدد السكان، يعني حوالي اكثر من 13 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه، بالاضافه بالاضافه لاسرهم يعني الاب والام، فبنتكلم في عدد مثلا بتاع ما يقلش عن 50 60 مليون من تعداد الشعب المصري. القانون افرض لهم بعض المزايا والحقوق، زي اول حاجه طبعا هي حقه في ان هو عدم التمييز ما بينه وما بين اي فئه في المجتمع. طيب ما هو عدم التمييز، لما اجي اتكلم بقى الدوله ماذا قدمت لهم حتى ما يحصلش التمييز ده؟ والله هو طبعا النهارده عمل حاجه اسمها الاتاحه والتمكين. الاتاحه والتمكين كانت الاول بعض المدارس وبعض الجامعات بترفض انها تاخد ذوي الاحتياجات الخاصه تلحقهم في سواء المدارس اللي قبل التعليم الجامعي او في الجامعات المصريه بشكل عام. يعني النهارده القانون طبعا عشان يلغي عمليه التمييز ديت، لا نص صريح ان ذوي الاحتياجات الخاصه ليهم الحق في القبول في الجامعات وفي المدارس، وتوفير كل السبل والوسائل المتاحه ان هو يقدر يلتحق بالجامعه او يلتحق بالمدرسه. طب لما اجي اتكلم عن توفير السبل لهم حتى يعني يكملوا تعليمهم او يدخلوا مجال التعليم، فلما اتكلم على المراحل كلها من ابتدائي لحد الجامعه، ايه الوسائل المفروض بتبقى مريحه ليهم او نساعدهم ان هم يقدروا يكملوا تعليمهم؟ طيب احنا مبدئيا طبعا احنا لو جينا في المراحل التعليم المختلفه، ان في عندنا في المدارس النهارده بقى في فصل اسمه فصل الاتاحه. الاتاحه او فصل التمكين يعني، او فصل الدمج بيتقال عليه، ان احنا النهارده بنوفر على حسب كل نوع اعاقه بنوفر ليه الوسيله، سواء بقى الوسيله ديت ان هو يقدر يتحرك او ان هو يقدر يسمع لو في عنده اعاقه مشاكل في السمع او في المكفوفين. فالدوله القانون نص على توفير كل السبل، زي مثلا مترجم الاشاره، واخد بال حضرتك ده النهارده بيبقى موجود في المدارس، بيبقى موجود مترجم اشاره عشان يشرح الاولاد. المدارس السمعيه البصريه نفس الكلام، في وسائل اتاحه الكترونيه دلوقتي عن طريق بعض البرامج على الموبايلات. الاعاقه الحركيه طبعا وفرت بعض الرمبات في قلب المدارس، ان الطالب اللي هو عنده اعاقه حركيه او بيستخدم كرسي انه يقدر يوصل للفصل بتاعه من غير ما يبقى في مشقه، ما يبقاش في رابع دور او خامس دور زي ما كان بيحصل الاول. لا، النهارده بقت في سبل ان هو يقدر يوصل
للمكان اللي هيتلقى فيه العلم بتاعه الفصل او المدرسه. بس احنا دايما حتى على ارصفه الطرق بنلاقي ان هم يعني الرصفة. الطريقه الارصفه نفسها مش معموله بطريقه تساعد ذوي الهمم ان هم مثلا يركبوا حتى المواصلات. ما هو احنا طبعا احنا بنتكلم حضرتك ان احنا القانون صدر في 2018، فالنهارده ابتدى الحيز التنفيذي يعتبر من اول 2019. اول 2019 حيز طب التنفيذي. لما اجي اقول الدوله حققت كام بالنسبه للقانون دو في ان هي توفر الوسائل لكي تريح ذوي الهمم؟ هو طبعا هو بالنسبه في الوقت الحالي يمكن انا حد حضرتك مثلا مدينه 6 اكتوبر من ضمن المدن بصراحه للسباقه في هذا الامر عن طريق المهندس شريف الشيبين رئيس المدينه، ان لما جه عمل احنا شايفين طبعا في المدينه فيها حركه تغيير في الطرق وتوسعات فابتدوا يعملوا في الطرق يراعوا ذوي الاحتياجات، ان هو يبتدي يعمل لهم رمبات للرصفه ويبتدى يعمل تعمل لهم اماكن للبارك بتاعت العربيات. كل الرصفه النهارده مدينه 6 اكتوبر معمول حساب ذوي الاحتياجات ان هو يطلع على الرصيف من غير ما يبقى فيه مشقه بالنسبه له. تمام. استاذه منال، جامعه مستقبلنا حلمنا قدمت ايه لذوي الهمم؟ يعني الحمد لله جامعة مستقبلنا حلمنا من الجامعات السباقة في التعامل مع ذوي الهمم. وفرت لهم أجهزة تعويضية، عملت لهم مشاريع، وفرت لهم العلاج، وفرت لهم علاج طبيعي، واحنا معانا مجموعة كبيرة من ذوي الهمم ومن هم أطفال صغيرين لحد ما مجموعة منهم بقت شباب معانا. ودلوقتي الشباب اللي كبروا عاملين نوعية المشاريع اللي ممكن توفرها الجمعية لذوي الهمم. في عندنا يعني عاملين مشروع الصدف اللي هو الاخ حسن بيدرب عليه، طبعا هو من ذوي الهمم وهو بيدرب عليه برضه متطوع، بيدرب عليه الشباب اصحاب ذوي الهمم او الشباب العاديين. عندنا برضه سيده برضه من ذوي الهمم بتدرب على المشغولات اليدويه والحاجات دي للفتيات اصحاب الهمم. وبعد كده بنعمل لهم مشاريع خاصه بيهم تساعدهم في الحياه. طب لما اجي اتكلم مع استاذه سوسن وهي مسؤول لجنة العضوية بالجمعية، فعايزة أتكلم عن نشاط حضرتك خاصة إحنا في شهر رمضان، وعايزين نعرف النشاط بتاع العضوية في رمضان بيبقى شكله إيه؟ إحنا في رمضان دلوقتي عملنا واجبات ووزعناها في الجمعية، وكل ذوي الهمم اللي هم كان لهم اي احتياج بنروح لحد عندهم وجبنا لهم الحاجات اللي هم اللي هم عايزينها. يعني احنا معانا طيب مداخله تليفونيه، استاذ سعيده اتفضلي. يا استاذ سعيده اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا استاذ سعيده؟ كل سنه حضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه بخير يا سعيده. افتقدناك النهارده يا استاذ سعيده. معلش غصب عني يا استاذه منال، انت عارفه بقى عندنا افطار صائم، ربنا يبارك. ربنا يقويك يا استاذه سعيده، مدير جمعيه في قريه بشتيل وقايمه بدور بصراحه، يعني الست دي ست عظيمه ولها دور رئيسي. طيب احنا يمكن استاذه منال اتكلمت عن دور الجمعيه في اكتوبر، فلما اجي اتكلم عن دور الجمعيه في بشتيل ايه اللي بتعملوه في رمضان وايه هي المبادرات اللي انتوا قمتوا بيها في بشتيل يا استاذه سعيده؟ حضرتك قريه بشتيل دي تعتبر قريه من القرى اللي هي بتتميز بطابع ريفي زائد طابع مناطق، تعتبر من المناطق العشوائيه، فيها عدد سكان كبير جدا، يعني تعتبر مدينه مش عدد قرى قليل، يعني ممكن يكون داخلين في يعني حاجه اقول لك ايه اكثر من 300,000 او 350,000 يعني. تمام. فهنا عدد السكان اساسا بالطبع فيها لازم يبقى في بنقدم خدمات توعيه طبعا باستمرار، توعيه تخص بقى المشكله السكانيه، تنظيم اسره، اللي هي النظافه، التغذيه السليمه، محاربه الجهل، عندنا فصول محو اميه. يمكن يعني معظم الناس او السيدات اللي احنا تبع المجلس القومي للمراه قدمنا عدد كبير جدا من بطاقات الرقم القومي بالمجان يعني للسيدات هنا في قلب القريه، الا ان احنا في رمضان الحمد لله بنقدم برضو افطار صائم. غير طبعا في بقى زي المجلس القومي او المحافظه او مثلا بعض يعني الساده الافاضل زي مش بدون ذكر اسماء من القيادات بتوع المجتمع بيساعدوا بقى في توزيع كراتين رمضانيه، شنط رمضانيه، ناس هنا برضو من اهل المنطقه بيساعدوا. قالوا على كده ان احنا هنا الشباب كمان بيبقى ليهم دور معانا، سواء بقى كنا بننظم قوافل طبيه، قوافل اللي هي بنسميها قوافل بطاقات الرقم القومي حتى في بس هي بطاقات الرقم القومي دي تعتبر من المبادرات يمكن الجديده اللي ما سمعناش عنها قبل كده، فدي حاجه جميله جدا على فكره. لا لا لا، عملناها في اكتوبر، عملناها للقرى اللي زي دي
لان ممكن واحده تقعد عمرها في حاله ما تطلعش بتاعت رقم قومي. ما تعرفش تروح تعملها ازاي اصلا. ما بتعرفش. وغير كده كمان في بعض الحالات احنا بنطلع لها شهاده ميلاد كمبيوتر عشان نقدر نعمل لها بتاعت رقم قومي. عملناها وشهاده. انت متخيله حضرتك هنا في اكتوبر. حتى اطفال بعض ساعات ما بقى لهمش شهادات رقم قومي عشان الام نفسها ما عادش بطاقه. فيعني لا احنا الحمد لله. وغير كده كمان احنا في مشغل هنا برضو المجلس القومي للمراه هو اللي مدعمنا فيه مشغل سجاد يدوي، وعندنا سيدات من قلب القريه متدربين على التريكو والكروشيه والسجاد ما شاء الله. حتى برضو في وحده انتاج مكن خياطه. عايزه اقول لحضرتك الحمد لله، بس الظروف الراهنه بقى دي هي اللي وقفت بعض ال ما احنا عايزين نعرف بقى انتوا عملتوا ايه في الظروف، يعني في ظل الوباء المنتشر اللي احنا فيه، ايه التوعيه اللي انتوا قدمتوها للمواطنين بقى؟ لا التوعيه يعني دي بصفه مستمره. المفروض اساسا احنا عاملين ملحمه مع المحافظه بقياده الدكتوره هند عبد الحليم نائب المحافظ. عايزه اقول لك التوعيه دي باستمرار ودور كبير قوي لمجالس المدينه والوحدات المحليه معانا، كل الهيئات الخدميه بصراحه قايمه بدور جامد قوي. اول حاجه احنا بنوعيهم ان لازم يعني الافراد تلتزم البيت على قد ما يقدروا، ما يخرجوش للضروره القصوى، لازم غسل اليدين بالاستمرار، الاطفال طبعا ان هي تبقى ملتزمه في البيت اكتر من الشارع. حضرتك عارفه المناطق طبعا اللي زي دي بتبقى حته الاتكاليه على الله التوعيه مفتقده فيها. فطبعا التوعيه دي باستمرار يعني الحمد لله. ماشي، اشكرك جدا يا استاذ سعيده، وربنا يجعل عملكم في ميزان حسناتكم ان شاء الله. شكرا على المكالمه والمداخله، وان شاء الله الاستاذ سعيده هنكرمها بقى في العيد او بعد العيد بقى المجهود الرهيب اللي هي بتقوم بيه بصراحه. الف شكر حضرتك يا استاذ سعيده. استاذه سوسن، يمكن حضرتك اخت مسيحيه، وده يمكن انا ما استغربتش طبعا ان انت موجوده كعضوه مع استاذه منال في جمعيه مستقبلنا حلمنا، وحضرتك مشاركه في يمكن في تروحي معاهم تجهزي الاكل وتروحي توزعي على الصائمين، فدي حاجه جميله جدا. فكلمينا بقى انتوا بتعملوا ايه في رمضان؟ انت قلتي لي قبل كده ان انتوا بتعملوا في كل رمضان مائده، وانت اللي وبتعزمي الناس عندك. الناس في الشارع كمان بعزمهم، بس احنا طبعا عندنا كورونا مش هنقدر نعمل. السنه دي بقى افتقدنا كل الموضوع ده. فالبديل عملته ايه؟ عملنا وجبات ووزعناها لحد البيوت، يعني وصلناها لكل حتى الشنط بتاعت رمضان وديناها لحد البيوت اللي هم اتبرعوا بيها الناس. يعني انا عايزه اعرف دور لجنه المواطنه، ايه المهام التي اوكلت اليك ان انت تقومي بيها؟ شغل لجنه المواطنه عباره عن ايه؟ انا المهمه اللي كنت بقوم بيها ان انا يعني كل الناس ببقى مع مدام منال بنجيب الحاجه ونوزعها مع بعض، وما بنفرقش بين مسيحي ومسلم، كله بيجي وبنتصل بالناس وبيجوا لحد الجمعيه. لكن عشان مشكله الكورونا دي احنا بقى اللي بنودي لهم لحد بيوتهم، يعني كل الناس اللي كانوا بيجوا لنا احنا بالعربيات خدناهم، كل واحد خد كميه باسامي الناس وراح وزعها على الحالات اللي انتوا بتساعدوها. الحالات اللي هي انتوا عندكم كل دول ارقام تليفوناتهم عندنا، حتى عناوينهم وكل حاجه كله وصلناه لحد البيت. يعني هو يمكن من الحاجات الظريفه اللي حصلت لي وانا بوزع الكراتين، فحد جاي بيقول له وانا، فهو احنا بناخد يعني بنشوف بس صور بطاقه وبنسجل في الحالات اللي بتيجي. بناخد صور بطاقتهم وبنسجلهم في الدفتر. في عم جرجس فبيقول له هو جاي يقول لنا، قلنا له اسمك ايه؟ فهو بيخاف علينا. طب بتخاف علينا ليه اسمك؟ هو قال اسم تاني ايه؟ مسلم. كتير خدنا البطاقه سجلنا وادينا له الكرتونه. اتفضل يا عم جرجس. كل سنه احنا في الجمعيه الحمد لله. والاستاذ سامسون قلت لك مفيش تمييز، مفيش تمييز بين مسيحي. الحمد لله يعني ما بجد كل الحالات اللي بتجي لنا وبنجيب التقارير الطبيه بتاعتها، اذا كان حد عنده اعاقه او حد بمرض مزمن او واحده جوزها متوفي او سيده ارمله او كل دولت بنسجل اساميهم على الكمبيوتر عند في الجمعيه، وبعد كده بنطلع بقى نوزع عليهم. انت عايزه اعرف يمكن التعامل حضرتك مع الجمعيه، انت بتكلمي حلو، لكن هل فعلا شعرت في مره من المرات او في يوم من الايام ان في تمييز او فرق او في؟ لا صدقيني لا بجد، يعني سواء مش مع حضرتك لا حتى لا مع الحالات. لا مع الحالات يعني كله واحد، حتى يعني كان في مره زحمه جدا جدا، وبعدين جم كذا ست مسيحيه يعني من الحي الرابع والخامس وكده عندنا في اكتوبر، فقالت لهم خلاص بلاش انتوا تيجوا في الزحمه، خليكم كده على جنب وانا هجيب لكم لحد عندكم، بلاش الزحمه.
صدقيني لا ما فيش اي تمييز يعني. تمام. لا الحمد لله الجمعيه يعني الحمد لله الجمعيه دي معموله احنا الحمد لله. كنا بنتدرب عشان الاول لما كنا بنوزع الوجبات لما كانوا بيجوا ونوزع الشنط كنا بنتدرب لازم كل مره كان فيها كل مره نوزع فيها كان فيها ضرب يعني ما تبصيش لدلوقتي احنا بنروح احنا لكن الاول هم بيجوا فكنا بنتدرب يعني ما كورونا يمكن لا زودت الاحتياج اكتر اصبحت طبعاً يعني نسبه الحالات المحتاجه بقت بزياده كتير جدا لدرجه ان فعلا مش مكفي الحاجات مش مكفيه يعني حد. انا يمكن اول امبارح كده جاني حد وقال لي اذا كان عندك حالات يعني هم محتاجين اللي هم مش لاقيين يعني شغل دلوقتي في الايام دي رحت قلت له اديت له يعني انا معايا ارقام تليفوناتهم اديت له ارقام ما فيهمش حد مسيحي صدقيني كلهم مسلمين واديت له ارقام تليفون الراجل راح لحد يمكن لا استاذه سوسن يعني من السيدات لا من السيدات اللي المسلمين بيحبوها جدا يعني عارفه في مشاكلهم في اي حاجه بيت الاستاذ سوسن ده مفتوح 24 ساعه. احنا معانا اتصال من استاذ حسن اتفضل يا استاذ حسن. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذ حسن؟ بس يا ريت تعالى الصوت شوية يا أستاذ حسن علشان أنا سامع حضرتك بالعافية. أنا هتكلم عشان يتعلم. كنا عايزين نتكلم عن أيوة كده تمام يا أستاذ حسن بس كنا عايزين حضرتك تكلمنا عن المشروع اللي عملته لك جمعية مستقبلنا حلمين يا أستاذ حسن وحضرتك من ذوي الهمم والجمعية اتبنت يعني مهنة حضرتك وعملت مشروع الصدف فكلمنا عنه. انا قريت عنه حضرتك انا ما دام منال حضرتك قلت معايا المشروع وساعدتنا وعملت معانا حاجات كتير الصراحة وقفت. تمام كلمنا عن المشروع يا استاذ حسن حضرتك بتعمل ايه في المشروع؟ هو حضرتك انا بعمل مش مظبوط هو للاسف الصوت مش مظبوط. اشكرك يا استاذ حسن ويا ريت بس نعود الاتصال مره ثانيه ويكون الشبكه احسن من كده يعني شويه. شكرا يا استاذ حسن على اتصالك. استاذ حسن يمكن حضرتك قلت لنا ان هو من الحالات ذوي الهمم في الجمعيه والجمعيه اتكلمت بالمشروع فكلمين عن المشروع. هو الاستاذ حسن من ذوي الهمم هو شخصيه محترمه جدا ويعني ما اتجهش لطريق ثاني اتجه لطريق ان هو يتعلم حرفه وفعلا هو فنان في شغل الصدف وعامل شغل جميل جدا. جينا كلمنا الاستاذه عابر عصام فبصراحه تكفلت ودفعت له 10,000 جنيه علشان يكبر المشروع وينميه. هي في شهر رمضان راحت اديته 10,000 جنيه وقالت له بعد 3 شهور انا هستلم منك الانتاج وهتعمل له بيه معارض في نادي الصيد. حاجات بسيطه على قد الاول كان بيعمل حاجات بسيطه وبعد الاستاذ هنحاول نجيبه معانا نجيب المشروع كمان. طيب هو رجع تاني استاذ حسن معانا اتفضل يا استاذ حسن. ايوه حضرتك وعليكم السلام كده الصوت تمام يا استاذ حسن. المشروع حضرتك المهنه بتاعت حضرتك او الحرفه بتاعت حضرتك بتعمل ايه يا استاذ حسن كلمنا ايه المشروع بالظبط؟ بص حضرتك انا بشتغل في الصدف بدخل الخليج منتجات خان الخليج بجيبها في الشرق وبعملها حضرتك بجيب المهنه بتاعتها وبعملها تمام حضرتك فمدام منال حضرتك جت شافت المكان الو ايوه مع حضرتك احنا سامعينك يا استاذ حسن كم جت شافت المكان حضرتك وقفت جنبي الصراحه وساعدتني ايه ومدام عبير تمام صراحه الجمعيه كلها وقفت جنبي. طيب الادوات اللي حضرتك بتعملها المشروع يعني ايه الانتاج اللي حضرتك بتعمله؟ صواني بعمل حضرتك صواني بعمل علب بعمل الثبوت اللي هو بتاع حضرتك المجوهرات بعمل ترابيزات بعمل ادوات زي بعمل مكاتب. تمام حضرتك انا اصلا زي احتياجات خاصه عشان طيب انا عايزه من حضرتك كلمه توجهها للدوله لمساعده ذوي الهمم اللي عندهم حرفه او مهنه ونفسهم حد يتبناهم او حد يظهر منتجاتهم وشغلهم للناس فكلمه حضرتك وجهها للدوله عشان تقدر يعني نلفت نظرها ان هي تشوف الناس اللي عندها مهنه او حرفه. حضرتك انا نفسي الدوله تهتم بس
ذو احتياجات خاصه المعوقين دول وتقف جنبيهم، لان في يعني في ناس بتعمل حاجات جامده جدا. انا واحد من الناس بعمل الشغل، الناس كلها يعني اي حد بيشوفني يقول الله يعينك ويساعدك، انت حاجه بتعمل حاجات حلوه، بس احنا مش لاقيين حد يقف جنبينا. تمام. مش لاقيين حد يقف جنبينا خالص، ومحدش اصلا بيسال عننا. حضرتك انا فاتح حته صغيره كده جنب البيت، يعني حته متر في متر ونص. تمام. لسه حضرتك بس حد يقف جنبينا ويساعدنا زي مدام منال كده ومدام عبيد. يجي يبص ويشوف احنا يساعدنا، يدينا كارب يساعدنا ان احنا نقف على رجلينا. مكان. لان المعوقين انت عارف حضرتك حركاتهم قليله، ولازم يبقى في يعني في اهتمام الدوله ليهم شويه. تمام. اشكرك يا استاذ حسن على اتصالك، وان شاء الله احنا هنحاول نستضيف حضرتك ونستضيف يعني ونجيب منتجات حضرتك ونوريها للناس، ونشوف يعني قد ايه ذوي الهمم ناس اصحاب مهنه ومحترفين كمان في المهنه بتاعتهم. ويمكن انا هرجع لاستاذ حسام والكلام اللي بيقوله استاذ حسن، ماشي، ان الدوله مش متجهه ليهم، ان هم ناس عندهم اصحاب مهن واصحاب حرف، فبدل ما انا بشوف كميه المتسولين في الشوارع، ما انا ممكن اجمع اصحاب المهن دول واعمل لهم مكان ورش واعمل لهم حاجه شبيهه بشارع مصر وتبناهم. تمام. بدل ما هم يبقوا عال عليا، بالعكس هيبقوا منتجين ويفيدوا البلد كلها. والله بص انا هذا والله حضرتك يعني الشيء بشيء يذكر، احنا وطبعا انا معاه قلبا وقالبا ان مفيش اهتمام بموضوع ذوي الاشخاص ذوي الاعاقه اللي هم عندهم حرف انتاجيه، الحرف اليدويه اللي احنا بنتكلم عليها، واللي هي تعتبر هي من ضمن الحاجات اللي هي الاقتصاد اللي ممكن يساعد في اقتصاد في الدوله، زي الصين ما شغاله كلها اغلبيتها حاجات حرف يدويه كلها. هو احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه في مجلس امناء مدينه 6 اكتوبر يمكن اتعملت لجنه ذوي الهمم انشئت حديثا، والحمد لله كان بفضل ربنا انا توليت رئاسه اللجنه، وكنا عاملين خطه لموضوع ذوي الاحتياجات الخاصه في قلب مدينه 6 اكتوبر. يمكن تبنى هذا الامر المهندس المحاسب محمود برعي والدكتور محمد خميس رئيس جمعيه المستثمرين، ان احنا ان شاء الله من بكره عندنا اول حاجه بالنسبه للثلاث مدارس اللي موجودين في اكتوبر عندنا زياره ليهم بكره، عشان نعرف نقدر نقف على متطلباتهم ايه بالنسبه للعمليه التعليميه تؤدى بالشكل اللائق. يعني بعد اجازه العيد ان شاء الله وبعد تخفيف الاجراءات الاحترازيه من موضوع كورونا ان شاء الله احنا عاملين ملتقى توظيفي خاص بذوي الاحتياجات الخاصه بالتعاون مع جمعيه المستثمرين، ممكن في تنسيق مع الدكتور محمد خميس ان احنا هناخد حصر بالمصانع اللي ما استوفتش النسبه بتاعه ذوي الاحتياجات الخاصه. الحاجة الثالثة الأخيرة إن إحنا مع إدارة التنمية في جهاز المدينة مع المهندس خضر رشدي إن شاء الله إحنا المفروض هنعمل زي مجموعة ورش عمل ومشاريع إنتاجية لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مجلس الأمنة. ما هو ليه برضو الدولة أو مجلس الأمنة ما يتبناش مثلا زي مصنعك في بيتك، إن أنا بدل ما تعيبهم وودوهم المصنع والكلام ده، أنا ممكن أخد لهم الماده الخام وهم يصنعوها وبعد كده ترجع تاني المصنع. احنا هنبتدي بقول لحضرتك ان شاء الله في الفتره القريبه جدا ان احنا هنبتدي نعمل اللي هي عمليه الشغل من المنزل. وزاره الشباب والرياضه عاملين ورش تدريبيه للحرف اللي احنا بنتكلم عليها، الحرف اليدويه اللي هي ممكن ذوي الاحتياجات الخاصه اللي بيعرف ينزل يقدر يعملها في البيت عنده، ويبتدي تعمل لها زي معرض، وهيتعمل ان شاء الله قريب على احتفالات اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، وان شاء الله هنعملها في اكتوبر برضو في جهاز المدينه. هنعمل معرض للمنتجات. انا عايزه معرض دائم. أيوة. لكن المعرض اللي هو السنه وده لا ما ينفعش. المعرض الدائم ده طبعا احنا يعني زي ما بقول لحضرتك احنا لسه بننسق في عمليه القانون، لسه ما بقالوش بالظبط سنه. ليه ما عملش مشروع شبيه بمشروع مصر ده في الوارد ويبقى كله منتجات ذوي الهمم؟ برضو احنا حطينا احنا الموضوع ده هيحتاج دعم من وزاره التضامن الاجتماعي، يمكن احنا برضو من ضمن النشاط بتاعنا في لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه في مجلس الامنا ان احنا حاطين ان احنا يكون في تعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي انها توفر لنا معارض لذوي الاحتياجات الخاصه، يكون معرض دائم برعايتها هي عن طريق وزاره التضامن الاجتماعي، وعمليه التسويق ديت يمكن المعرض يبقى متنقل، يعني مثلا متعمل مثلا في مدينه 6 اكتوبر ممكن المنتجات مثلا تتنقل في مدينه ثانيه، فاحنا في اطار ان احنا يعني واخدين خطوات في استباقيه في هذا الامر بحيث ان انا اقدر استفاد منهم، يعني احنا في عندهم طاقه كامنه
يعني حاله زي حسن ده، ده بيعلم الناس كتير حواليه يعني. نعم. احنا رحنا شفنا الورشه بتاعته، هي ورشه صغيره جدا زي ما هو بيقول. ايوه. ولكن هو ما شاء الله ده فاتح بيوت ناس كتير. ايوه فندم. يعني هي دي الفكره. ما انا بقول لحضرتك احنا الدوله الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه، وانا برضو الكلام ده بقوله يمكن اخته اكتر من مره قبل كده، ما كانش الدوله عينها على ذوي الاحتياجات الخاصه الفترة اللي قبل كده. يمكن برضو بالظبط كده. هو ألف شكر للريس، هو لما جه عمل 5% في العمالة واهتم بيهم. أيوة. ففعلا يعني الواحد بيقدم له ألف شكر وألف تحية، لأن برضو اهتم بحاجات يمكن إحنا كنا هو يعتبر أنا هو يعتبر هو الراعي يعني. أنا بقولها وبقولها وما زلت هقولها برضو، هي لا تملق ولا نفاق، هو موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. لا لم يجد لم يجد الاهتمام الكافي في الدولة المصرية إلا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما عليه ده حقيقي. طيب يمكن كتير برضو من ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه ما يعرفوش كيفيه الحصول على حقوقهم، او نعم. يعني كان محتاجين عمل، كان محتاجين شقه او غير ذلك، فهم ما بيعرفوش كيفيه الحصول على حقوقهم. فازاي بقى كل واحد فيهم يحصل او يعرف ازاي يحصل على حقه؟ بصي حضرتك، هو طبعا ذوي الاحتياجات الخاصه، وانا بناشد على حضرتك عن طريق القناه عندكم، المفروض ان هو الموضوع ده يتبنى اعلاميا، يعني يبقى في زي برنامج جماهيري لذوي الاحتياجات الخاصه خاص بيهم هم شخصهم. البرنامج دوت اقدر النهارده ان يبقى قنوات اتصال ما بينه وبين ذوي الاحتياجات الخاصه، ان هو يبقى فيه لينك معاه يقدر يعرف المعلومات بتاعته، الحقوق هيحصل عليها ازاي، يستضيف بعض المسؤولين الحكوميين اللي هم بيقدموا الخدمات زي التضامن زي الصحه. فده ان شاء الله يعني في الخطه الاعلاميه ان احنا حتى في مجلس المدينه كمان قلنا برضو هنعمل زي بروشورات توعيه، او نعرف الناس عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي كل واحد الحقوق اللي المفروض يحصل عليها عن طريق القانون يعني. تمام. استاذه منال، العيد جاي واحنا كلها كام يوم، فعايزين نعرف بقى نشاط الجمعيه في العيد ايه؟ يعني احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى عملنا مبادره عملنا مبادره عيديتك وكساك لحد باب بيتك، نفس مبادره اطعامك لحد باب بيتك. الحمد لله يعني بفضل هو حاجه كويسه ان كل واحد قاعد في بيته وكل وحاجته بتجيله لحد عنه يعني. اولا احنا بنخاف على نفسنا من كورونا، وبرده بنتبع تعليمات الدوله. بفضل الله يعني عملنا لهم كحك العيد، واكيد حضرتك شاركتي معانا فيه استاذه هنا، وجبنا لبس العيد، وباذن الله هنبتدي توزيع ان شاء الله من بكره. يعني يعني ما شاء الله كميه الصداقات اللي بتقوموا بيها فحاجه جميله جدا. الحمد يمكن لله. انا شايفاكي بجد استاذه منال ملابس الاطفال الايتام. طيب هكمل كلامي بس بعد ما نرجع من الفاصل، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم في برنامج ستات دوت كوم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالصدقة يعني بنقول بتطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، ويمكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فسواء كانت جمعية أو كان تصدق، يعني التصدق صدقة فردية أو صدقة شخصية، فكل عند الله له خير الجزاء والثواب. الصدقة مش بس المتصدق يعني ينتظر الحسنات والثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، لا بالعكس، الصدقة على فكرة بيمتد مداها لبعيد جدا، إن هي متاجرة ومرابحة مع الله سبحانه وتعالى، والرابح فيها هو العبد دائما. لأن الصدقة لما أنا باجي أتصدق بتمنع حاجات كتير، مش بتمنع بس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال عبد من صدقة. يعني أنت مهما تصدقت فمالك مش بينقص. مش بس كده، ده كمان يعني إذا كان في مريض أو في ألم، يعني ده كان في دراسة أمريكية في اللي هم الذين يعانون من شدة الألم، لدرجة في ناس كان عندها ألم شديد جدا وما كانوش عارفين يعالجوهم، فخلوهم يتجهوا للعمل الخير والعمل التطوعي، وقصوا شدة ألمهم هم بيعملوا كده. والله بجد دراسة حقيقية، يعني في الآخر الناس وهي يعني بتعمل عمل الخير وتتصدق ما فيش ألم خالص، يعني لقوا نسبة الألم يعني بتقل جدا،
لدرجه ان صاحب القلم ده مش بيحس بالالم وهو بيشتغل في العمل الخيري بالذات والعمل التطوعي. السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كانت يعني من كتر حبها في التصدق فكانت بتعطر الدنانير والدراهم، لدرجه ان هي سئلت هي بتعمل كده ليه؟ فراحت قالت لهم انا قبل ما بتصدق في ايد العبد فالصدقه بتروح لايد الله سبحانه وتعالى، واحب ان تاتي في يد الله وهي جميله معطره. فربنا يعني يجعل كل أعمال الخير والصدقات في يعني في حسنات العاملين. فالسيدة العظيمة اللي قاعدة جنبينا دي بجد لا بتكل ولا بتمل من عمل الخير والتصدق. يمكن كمان عندها مبادرة جميلة جدا في العيد وهي مبادرة كساء الأيتام أو كساءك لحد باب دارك للحالات المحتاجة، هتكلمنا عنها. ولكن أنا عايزة أكلمكم عن شكل الملابس اللي موجودة، للأسف احنا نسينا يعني نبعت الصور، لكن المرة اللي جاية إن شاء الله هنبقى عاملين فيديو وتقرير كامل ونبقى نعرضه إن شاء الله. الحاجات جميلة جدا يعني عارفين، فكرتني في سيدة متبرعة بملابس، فأنا يعني بفرز الهدوم مع أستاذة منال، فبجد كمية الملابس وجمالها وروعتها بجد يمكن أحسن بكتير من اللي احنا بنشتريها لأولادنا. فبقول لها الله إيه ده، دي الحاجات الخامة جميلة جدا وسعر الملابس غالي جدا يعني. قلت لها الحاجات دي انتوا تتبرعوا بيها؟ قالت آه احنا مش بنتبرع باي حاجه، الحاجات بالظبط زي ما السيده عائشه كانت بتعمل. فربنا يجازي اللي عمل كده كل خير ان شاء الله. فكلمينا عن مبادره كسائك لحد باب دارك. كسائك لحد باب دارك دي معموله طبعا للاطفال الايتام واطفال الجمعيه المحتاجين. فوجئت باتصال من الدكتوره ألفت ابو طالب صاحبه مصنع 6 اكتوبر لصناعات البلاستيك. قالت لي انا عايزه اتبرع بملابس العيد للمحتاجين او الايتام. فوجئت بيها بتبعت السواق، يعني هي ما اشترتش الحاجات من اي مكان، ده هي بعتت السواق جابوا من المهندسين وجايبه يعني لبس من افخم انواع اللبس، لبس غالي جدا. فهي فعلا احنا بنشكر الدكتوره ألفت ابو طالب يعني على دعمها للجمعيه، وان هي فعلا بتقدم الصدقه بتاعتها يعني بحب. ايوه يعني احنا برضو لازم نعرفوا الحاجات، الملابس اللي موجوده براندات على فكره، براندات مش حاجات وخلاص، ومش مش زي التبرعات اللي اي حاجه بيتك مستعمله فالنبي روح وديها الجمعيه، الحاجات براندات وجديده ما اتلبستش قبل كده. لا الجمعيه دايما لا براندات انا شفتها دايما الجمعيه. اول مره احنا كنا الاول قبل كورونا كنا بناخد الاطفال نفسها كلهم نروح بيها المرشدي، نروح بيها اي مكان الاماكن الغاليه دي وبنلبسهم هناك يعني خليهم يختاروا هم اللبس. ما شاء الله. فاحنا معودينهم على كده، احنا عمرنا اطفالنا لا اديناهم لبس مستعمل ولا الحاجات دي، لا لا هم متعودين من اول ما فتحنا الجمعيه لبس جديد. نروح بيهم المرشدي كانوا بياخدوهم يلبسوهم ان شاء الله، وحتى لو هيقفوا بالست ساعات او سبع ساعات. كان ايام مثلا في المدارس كان يختار الشوز بتاعه والشنطه بتاعته ويختار اللبس اللي هو عايزه، يعني كان كله الطقم كامل. مع المبادرات اللي هي الكساء عموما انتوا بتبقى في الاعياد فقط ولا في المناسبات؟ في المدارس، في الاعياد، في يوم اليتيم، اهم حاجه ان احنا كل حاجتهم بنجيبها لهم جديده. والاستاذه سوسن ومجموعه شباب في عيد الام. عيد الام بتودوا ايه بقى؟ بتودوا للامهات؟ الحالات اللي هم يعني كلمينا طيب عن عيد الام، مين الحالات اللي بتروحوا لهم في عيد الام؟ يعني كل الحالات اللي هي متأيدة عندنا في الجمعية كلهم بنجيب لهم، بس بقى بناخد بنعمل زي مسابقة كده، وفي بنعملها في نادي حفلة كبيرة بتاعت عيد الأم بتبقى في نادي 6 أكتوبر، وبنختار. وطبعا كل المتبرعين بيبقوا عاملين مثلا عمرة لكل واحدة، بيختاروا 20 مثلا 30 أم تروح عمرة وبيختاروا بقى. ومن الحاجات الظريفة لما قدمنا في العمرة كانت الأستاذة عبير عصام قدمنا لها حالات، فالأستاذة سوسن كسبت عمرة. كنا مقدمين للأستاذة سوسن، فمن الحاجات الجميلة إن هي كسبت عمرة. جديدة ما شاء الله. فاحنا بنشكر. اتبرعت بيها. يا بخت اللي اتبرعت بيها ليه. لاني انا ما كنتش اعرف الست اللي اتبرعت، يعني انا وانا واقفه راح قالوا لي بقى شوفي هتتبرعي. ده من الشفافيه على فكره. ما مش شفافيه. ان فعلا بعدين بقول لهم يعني
لسه واقفه بفكر كده. ليه ما قلتيش انا عايزه حقي ناشف يا جماعه؟ انا مش عايزه. خدت بعد كده عوضوها والله. لقيت حد بقى يعني تاني كده بيقول لي لا او ممكن تديها لماما طفل كده صغير ممكن تديها لامي. رحت من وسط كان زحمه طبعا حفله يعني بجد كبيرة. هي والله لا لا والله ما انا بقول لك ده يدل على الشخصيه. على طول مديها لوالدته سبحان الله قعدوا يشكروني. راحت لصاحب النصيب يعني بص الولد الصغير عايز ما اعرفها. انا ما كنتش اعرف الست دي اصلا. والمسابقه دي يعني برضه عشان يبقى الفضل للاصحاب المسابقه دي كان بينظمها الاستاذ وحيد حمدي وكانت الاستاذه عبير عصام كانت بتختار كذا حاله من عندنا من الجمعيه بيتكرموا بيطلعوا عمر. فكان من الصدف السعيده ان احنا احنا الجمعيه بقى لها كتير يعني لينا فيها. احنا بقى بنختار الامهات بقى عندنا في الجمعيه في عيد الام. يوم اللي دي بتعملوا ايه؟ بنجيب لهم الامهات الاول احنا بنجيب لهم هدايا تنفع لاولادهم للبنات. انتوا كل الحالات في عيد الام بتبقى عمر ولا بتعملوا حاجات ثانيه؟ لا احنا بقى الحاجات الخاصه بالجمعيه العمر دي خاصه الاستاذ وحيد حمدي والاستاذ عبير عصام. تمام. احنا بقى عندنا احنا بنختار سيداتنا بنجيب لهم بقى ايه نعتبر بنجهزهم من اول وجديد. يعني بتشوفوا احتياجات الحالات ايه في البيت وانتوا بنجيب لها ادوات منزليه او اجهزه كهربيه كهديه تساعدها بقى تشيلها لبنتها ايه في جهازها. فانت تمام. بتساعدي في جهاز البنت اليتيمه وفي نفس الوقت بتدي هديه للام في عيدها. تمام. ضربت عصفورين بحجر. طيب لما نتكلم يعني عن يوم اليتيم بتعملوا فيه ايه؟ لا احنا يوم اليتيم على مدار الشهر بنعمل حوالي 5-6 حفلات يعني. بنعمل 4 حفلات. بس انا شايفه في كورونا يمكن النشاط قل شويه. دوت بقى طبعا. احتفلتوا بيوم اليتيم ولا لا؟ احنا كنا مرتبين بس طبعا كان اول اسبوع في اكتشاف كورونا. فاضطرينا طبعا ناجل الموضوع نلغيه وعوضناه بان احنا بنودي لهم حاجتهم لحد البيت. تمام. طيب المناسبات التانية اللي بتعملوا فيها ايه؟ المولد النبوي طبعا بنعمل احتفاليات. عيد الاضحى المدارس يعني الحمد لله معظم المناسبات المناسبات القومية والمناسبات الدينية. والمولد النبوي كمان بتحتفلوا بيه بتجيبوا الحلويات بتاعت بتوزعوا. لا وبنجيب تنورة وبنعمل انشاد ديني. بتحتفلوا وبتعملوا حفلة. بنعمل احتفالية بالمولد النبوي. بالنسبة للمدارس ايه الحاجات برضو اللي بتعملوها في المدارس يعني؟ بنجيب لهم كل حاجة من القلم كراسة شنطة مليانة كل حاجة حتى الزمزمية بنجيبها. شنطة المدرسة وشنطة الأولاد الدراسية واللبس والكوتشات. لبس المدرسة والبنطلونات. طيب نرجع تاني ونتكلم برضو عن ذوي الهمم وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع طبعا. فأستاذ حسام شاكر عضو في مجلس الأمناء ومسؤول لجنة ذوي الهمم في المجلس. فكنا عايزين نعرف دور المجلس في الاهتمام وخدمة ذوي الهمم. وكنا سمعنا زي ما حضرتك قلت ان في ملتقى توظيفي هيتم وفي تحديث مدارس. فعايزين نعرف ايه هو الملتقى التوظيفي وتحديث المدارس برضو كلمنا عنه. هو طبعا احنا زي ما قلنا ان هي اللجنه استحدثت السنه دي في اول دوره على مستوى المدن الجديده كلها. يمكن كان جهاز المدينه كان استحدث اللجنه ديت والحمد لله كان ليا الشرف ان انا كلفت برئاسه اللجنه دي. احنا حاطين خطه لاهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصه الموجودين في مدينه 6 اكتوبر ان في منهم بعض الاشخاص حاصل على مؤهلات او معاه حرفه وما لظروف ما اشتغلش لحد وقتنا هذا. فاحنا قلنا والله جمعيه المستثمرين في اكتوبر ان شاء الله هنتعاون معاها كمجلس امناء ان احنا ناخد عن طريقها كشف بالمصانع اللي هي لم تستوفي نسبه ال 5% للتوظيف من ذوي الاحتياجات الخاصه. خاصه ان احنا في القانون الجديد بتاع القانون 10 سنه 2018 ان ميز الشركات اللي هتتوظف العدد بتاع ذوي الاحتياجات الخاصه وتزود عليه هتاخد اعفاءات ضريبيه هتتمثل ان هي كل شخص من يعين من ذوي الاحتياجات الخاصه بعد العدد اللي نص عليه القانون صاحب العمل هياخد 5% خصم من ضريبه الكسب العمل بتاعته اللي بيقدمها سنويا. فاحنا ان شاء الله في اطار احنا بيدرس الامر ان شاء الله في القوانين تاخد بيه قرار بس طبعا تكون الاحداث بتاعت كورونا يعني خفت شويه الاجراءات الاحترازيه. احنا عندنا في 3 مدارس في اكتوبر في المدرسه السمعيه والفكريه والبصريه. المدارس ديت برضو الفتره اللي فاتت يمكن كان مجانيه ولا بتبقى هي مجانيه تبع وزاره التربيه والتعليم بس دي مدارس الدمج بنقول عليها مدارس الدمج ديت. دي خاصه بالاطفال اللي عنده مشكله في العين او في البصر. كانت نوعيه المشكله لا هو هي لا مخصصه بالمدرسه مخصصة. يعني متخصصه ليها الاعاقه السمعيه والبصريه والاعاقه الذهنيه.
لان دول بيبقى لهم بروتوكول معين في الحصول على المناهج التعليميه. فطبعا احنا مجلس امنا كان حصل ان احنا المحاسب محمود البراي كان كلفنا امبارح ان احنا ان شاء الله يبقى في زياره مع المدارس ديت، والحمد لله تواصلت مع المدير المدارس والثلاث مدارس، عندنا اجتماع بكره ان شاء الله على اساس نعرف التجهيزات اللي هم هيحتاجوها، سواء بقى التجهيزات دي كانت المدارس احتياجات المدارس دورات المياه، انت عارف طبعا دورات المياه معموله للاشخاص العاديه خالص طبعا، فطبعا مع ذوي الاحتياجات الخاصه بالتاكيد الوضع هيختلف يعني. فهنعرف بالظبط، هنقف على مدى التجهيزات المطلوبه منهم، سواء اللي هتقدر تساعد الاولاد في الحصول على العمليه التعليميه، او ان احنا نقدر نمهد له او نوفر له مكان يقدر ياخد فيه الماده العلميه بسهوله يعني. وطبعا المدارس طبعا اعتقد ان احنا يمكن كنت سالت حضرتك برضو كيفيه الحصول لذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الهمم على حقوقهم، بس انا كنت في اكتوبر بالذات لما يبقى في حالات ذوي الاحتياجات الخاصه الى اين يتجهوا؟ احنا دلوقتي احنا حضرتك بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه هو عشان يحصل على الحقوق اللي موارده في القانون، هو بيطلع حاجه اسمها بطاقه الخدمات المتكامله. البطاقه دي بتطلع من مكتب التضامن الاجتماعي اللي هو مكتب التاهيل المهني، لكن ما فيش رقم تليفون في مدينة يقدروا يتواصلوا، مش عاملين خط؟ لا احنا لا 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 احنا كده ان شاء الله، اذا بقول لحضرتك احنا الحصول على الخدمه ديت طبعا ليه اجراءات، فاحنا برضو ان شاء الله في اول اجتماع داعيين فيه المدير مكتب التاهيل المهني في مدينه 6 اكتوبر على اساس ان احنا ناخد كشف من باسماء الناس المسجله في من ذوي الاحتياجات الخاصه في المدينه، ان احنا هنبتدي نساعدهم على استخراج هذا الكرنيه، لان الكرنيه دوت بيبقى ليه شويه اجراءات. فانا اعتقد ان كل الاسر بتاع ذوي الاحتياجات الخاصه في ناس كتير جايين منهم يعني الظروف الماديه بتاعتهم صعبه شويه، او ما عندهمش عمليه الثقافه ان هو ازاي يحصل على كرنيه، خاصه ان احنا التسجيل هيبقى اونلاين على شبكه المعلومات الخاصه بالحكومه المصريه. فاحنا هناخد الكشف دوت. يعني انا سالت حضرتك ليه كده، لان انا كنت اعرف حاله في اكتوبر، والحاله يعني شخص شاب وكان فاتح مكتبه وكان يعني بيصلح كمبيوترات وبيصلح اجهزه كهربائيه. نعم. واجهزه تلفزيونات وشاشات والحاجات دي كلها. ده بجانب طبعا الشغل بتاع المكتبه، فيعني برضو ده كان صاحب مهنه وصاحب حرفه، ويمكن يعني في وقت من الاوقات كان بيصرف على اسرتين وثلاثه. أيوة هو اللي بيعيلهم. اما دلوقتي للاسف احنا الدنيا وقفت والحاله، فهو ما يعرفش حتى يحصل على حقوقه ازاي، عشان كده سالت حضرتك. هو احنا حضرتك زي ما قلت لحضرتك احنا ان شاء الله هو اهم حاجه يحصل على الكرنيه اللي هو الكرنيه بطاقه الخدمات المتكامله دي اللي هيقدر عليها يحصل على المستحقات او الحقوق اللي موجوده ليه. احنا من ضمن الحاجات ديت الاخ دوت لو بيفتح مكتبه او حاجه زي كده، فهو من ضمن الحقوق اللي ليه او المميزات في القانون انه ما بيدفعش ضرائب، بياخد اعفاء ضرائب لمده 5 سنين على النشاط التجاري اللي بيعمله. فاحنا ان شاء الله هنعمل زي نوع من انواع التوعيه المجتمعيه بالنسبه للموضوع بتاع الكرنيه ده، لان استخراج الكرنيه في حد ذاته زي ما قلت لحضرتك محتاج يكون في موجود جهاز كمبيوتر ويخش على الشبكه يسجل. فاحنا هنوفر ان شاء الله، هنقدر ان احنا ناخد العناوين بتاعت الناس ديت، وان شاء الله ان احنا نعملهم يعني احنا جهاز المدينه او احنا كلجنه ذوي الهمم هنقوم بعمليه التسجيل ليهم على القاعده، بحيث ان انا رؤيه حضرتك بقى في الجمعيه حابب تعمل ايه لذوي الهمم في الجمعيه؟ ان شاء الله الجمعيه بامر الله تعالى طبعا نتعاون معاهم في ان احنا ان شاء الله نعمل زي فريق من الجمعيه يقدر يخش مع الدورات الموجوده على مستوى الجمهوريه في انشطه ذوي الاحتياجات الخاصه. ممكن عن طريق الجمعيه برضه نعمل فريق من لمدينه 6 اكتوبر يرعى الجمعيه ترعاه في الانشطه الرياضيه مع مجلس شباب المدينه، نعمل فريق رياضي يساهم في البطولات طبعا، لان طبعا تحط في بطولات بتتعمل على مستوى الجمهوريه لذوي الاحتياجات الخاصه يعني. لا ان شاء الله ان شاء الله يبقى في تعاون مثمر مع الاستاذه منال طبعا، وطبعا بالتاكيد بقى هنساعد الناس اللي هي اعضاء الجمعيه على الحصول على الكرنيه بتاع خدمات ذوي الاحتياجات الخاصه ان شاء الله في القريب العاجل يعني ان شاء الله. تمام، احنا حلقتنا للاسف الشديد انتهت، وطبعا بشكرك جدا استاذ حسام الدين شاكر مسؤول لجنه ذوي الهمم بمجلس امناء مدينه 6 اكتوبر وجمعيه مستقبلنا حلمنا، نورتنا النهارده، وان شاء الله هنلتقي اكيد في حلقات ثانيه باذن الله. استاذ سوسن لبيب مسؤول لجنه المواطنه، نورتينا النهارده يا فندم بجد واسعدتينا، شكرا جدا لحضرتك. واستاذه منال سعيد صالح رئيس مجلس اداره جمعيه مستقبلنا حلمنا، منورانا دايما باذن الله. احنا بنشكرك على تعبك، وكل سنه وانتم طيبين.
الكريم، وربنا يعود علينا جميعا الايام بخير. يمكن من اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اردت تلين قلبك يعني فتصدق وامسح على راس اليتيم. في نهايه حلقتنا بشكركم مشاهدينا، ونلتقي في حلقات اخرى من ستات.com. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.